استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم في قصر القضيبية. خلال اللقاء أكد سموهما بأن التطورات والتحديات تتطلب صيانة الوحدة الوطنية ودعمها والحذر من بعض الممارسات التي تستهدف التأثير على مرتكزات التعددية والتكامل بالمجتمع البحريني، مشيرين سموهما إلى أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على السلم الأهلي ووقف أي أعمال تسعى إلى سوء استغلال أفق الحرية المتسع لبث الكراهية وتحويل الحقائق بشكل يستهدف التأثير على النسيج المجتمعي المترابط. استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الإجراءات التي تم توجيه الوزارات والأجهزة المعنية باتخاذها لضمان ألا يخرج الطرح في كافة المنصات المتاحة للجميع عن سياق قيم المجتمع وأخلاقه.